أزمة وقود خانقة تتصدر الواجهة في مناطق النظام السوري. الحلفاء بين غائب وبين مسبب، عجز عن إيجاد الحلول والبدائل، وحالة من اليأس لدى المواطنين. ما أبرز تطورات على هذا الصعيد؟ أزمة حادة في تأمين الوقود تعصف بمناطق النظام السوري. الشتاء بارد والوضع كارثي هناك. شلل كبير في قطاع المواصلات، والدوائر الرسمية تغلق أبوابها. بالمختصر، الحياة شبه متوقفة تماماً. الأزمة ليست وليدة اليوم، لكنها في أسوأ حالاتها بكل معنى الكلمة. ربما تتساءلون ما الجديد؟ المشاكل الاقتصادية في إيران هي السبب الرئيسي لذلك، حيث قيدت طهران مؤخراً إمداداتها من النفط بالسعر المخفض، وضاعفت أسعار النفط المصدر إلى مناطق النظام السوري، كما رفضت إرسال شحنات على شكل عقود تسليم مؤجلة الدفع، وطالبت بدفع ثمن النفط مقدماً. بحسب تقرير صدر مؤخراً لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، فإن إيران تعتزم مضاعفة سعر النفط ليصل إلى سعر السوق الذي يزيد على 70 دولاراً للبرميل الواحد، الأمر الذي يزيد من مشاكل الاقتصاد السوري المتهالك، حيث يستورد النظام السوري أكثر من نصف احتياجاته النفطية من إيران. يأتي ذلك رغم الوعود الإيرانية المتكررة لبشار الأسد بالحفاظ على العلاقات القوية بين البلدين، لا سيما قبل أيام قليلة خلال زيارة وزير الخارجية الإيراني التي أجراها إلى العاصمة دمشق، لتسارع ماكينات النظام الإعلامية إلى نفي تقرير الصحيفة الأمريكية، زاعمة أن إيران لا تطالب بأي ثمن، لأن ما يجمع بين البلدين علاقات استراتيجية عميقة. تقول الصحيفة الأمريكية إن النظام الإيراني استخدم حتى الآن الأموال والنفط المخفض لتوسيع نفوذه في سوريا، لكن في الوقت الحالي مثلت المشاكل الاقتصادية ضربة جديدة لطموحاته في المنطقة. وخلص التقرير بأن الأوضاع لن تتحسن في دمشق ما لم يحدث تغيير في الأوضاع الإيرانية، مستبعدة ذلك قريبا بسبب العقوبات الدولية المفروضة على طهران وغيرها من الإجراءات التي تتخذها السلطات للقضاء على الاحتجاجات المناهضة للنظام الإيراني التي اندلعت في سبتمبر الماضي. فيما رأى محللون سياسيون مهتمون بالشأن الإيراني أن هذه مؤشرات واضحة على مساعي طهران لإجبار النظام على إعادة الديون وإجباره على الرضوخ لشروطها التعجيزية في وقت حصلت فيه روسيا على مشاريع استراتيجية في سوريا، بينما تم إهمال إيران في هذا المسار. من اللافت هنا أن الأزمات الاقتصادية بدأت تتفاقم بشكل كبير وسريع في مناطق النظام السوري بعد غياب الحليفين الرئيسيين. روسيا منشغلة في غزوها لأوكرانيا والذي تلتهب أحداثها يوما بعد يوم، وإيران تعيقها المظاهرات الشعبية لا سيما العقوبات الدولية المفروضة عليها. فإلى أين ستتجه الأوضاع في مناطق النظام السوري التي تشهد تذمرا كبيرا من توالي وتفاقم الأزمات؟